ازيكم؟ وحشتوني قوي، بقالي 3 اسابيع ما صورتش فيديو، ده بسبب الوقت الضيق جدا جدا. ان شاء الله هحاول التزم بميعاد التصوير، وهحاول التزم ان انا انزل لكم فيديو كل اسبوع يكون مفيد ليكم ويقدر يفيدكم بشكل كبير جدا. في فيديو النهارده هتكلم مع فئه معينه من الناس. الفئه دي ممكن تبقى هوايه، ممكن يبقوا مبتدئين، ممكن يبقوا محترفين في مجال الديجيتال ماركتنج، بس الفيديو ده مهم جدا ليهم. ممكن يبقى في حاجات ناسينها او في حاجات محتاجين نفكر صحابنا بيهم اللي بيشتغلوا في الديجيتال ماركتنج عشان ما يقعوش في الغلطات دي. مننا في المجال بتاعنا بيشتغلوا وبيعملوا اعلانات، سواء لو هيعملوا فيديو او هيعملوا بوست عادي او ديزاين عادي وهيرفعوه على فيسبوك، او بيصمموا مواقع، او بيعملوا تصميمات خاصه على بلاتفورمز معينه. دلوقتي فيسبوك عمل حاجه يعني انا الصراحه شايفها هي كواليتي كويس، وكواليتي بيدي خصوصيه اكتر، بيدي قيمه اكتر للعلامه التجاريه الخاصه بفيسبوك، سواء هتستخدم اللوجو بتاع انستجرام او فيسبوك. دلوقتي فيسبوك احنا لما كنا بنيجي زمان نعمل ديزاين او نصمم فيديو، بنيجي نختار اللوجو بتاع الفيسبوك او انستجرام من خلال نعمل سيرش على جوجل مثلا ونقول لوجو فيسبوك بي ان جي، فبيطلع لنا كذا لوجو على كذا شكل على كذا ديزاين. كل واحد مثلا ممكن يالف لوجو على مزاجه، يديله لون براحته، اخضر، احمر، ازرق، اصفر، ايا كان ايه هو اللون. فيسبوك ما عجبهاش الكلام ده، والموضوع ده مش من بعيد قوي، الموضوع ده فترة قريبة او في اخر تحديثات دي فيسبوك اجبر الناس ان هي تلتزم بالعلامة التجارية الخاصة بيه، سواء فيسبوك او انستجرام او حتى واتساب. معظم اللي بيشتغلوا في مجال الديجيتال ماركتنج بيعملوا اعلانات بشكل يومي او بشكل يعني ممكن كل ساعة تلاقي ناس بتطلع بتعمل اعلان. في ناس وصلت لمرحلة البروفيشنال ومتابعة وبتذاكر كل يوم اي تعديل او اي سياسة جديدة فيسبوك ضافها على السياسات بتاعته اللي كل شوية يطلع يعدلها او كل شوية بيطور فيها. في ناس لسه ما تعرفش، في ناس مبتدئة، في ناس هواة، في ناس ممكن يكونوا محترفين بس مش واخدين الحتة دي، ما خدوش بالهم من الحتة الصغيرة دي. فيا جماعة دلوقتي اي اعلان هنعمله زي ما احنا شايفين كده، الاعلان ده ممكن يترفض بسهولة جدا بسبب ان اللوجو اللي الفيسبوك عاوزه انت مش حاطه، او اللوجو الخاص بفيسبوك او البراندنج او الالتزام بالبراند بتاع فيسبوك انت مش عامله او مش ملتزم بيه. ممكن تبقى نقطة صغيرة جدا انت مش واخد بالك منها، او اي حد تاني مش واخد باله منها، حتى المصمم ممكن ميبقاش واخد باله من الديزاين من النقطة دي، لان اللوجو بيبقى صغير جدا ومركون في اي حتة في الديزاين بتاعنا، او حتى الويب ديفلوبر لما بيجي يعمل موقع او بيصمم موقع بيحط مثلا find us on facebook مثلا باي شكل باي لون على حسب اللون الموقع او مكانه فين. دلوقتي محدش يقدر يغير او يلعب، سواء لو انت هتعمل فيديو او حتى هتعمل اونلاين بوست او هتصمم حاجة على موقع، ان انت تلعب في اللوجو الخاص بفيسبوك او الشعار بتاعهم. هنقول ان هو بيساعدك ان انت تلتزم بالموضوع ده باكبر شكل ممكن من خلال لينكات هكتبها في الديسكريبشن الخاص بالفيديو، وهوريها لكم دلوقتي عملي على الشاشه بتاعه الكمبيوتر. اللينكات دي هندخل عليها هننزل الحاجات اللي فيسبوك بيقول لنا يا جماعه استخدموا اللوجوهات دي، يا جماعه ما تطلعوش بره الاطار بتاعي، واللي مش هيلتزم بالشروط دي ففيسبوك للاسف هيرفض له معظم اعلاناته، الا طبعا لو في اعلان فلت من اللوغاريتمات بتاعه فيسبوك واتقبل كده. فدلوقتي لو انت الديزاين بتاعك او اي حاجه اونلاين هترفعها على فيسبوك او انستجرام وهتيجي تعمل عليها اونلاين كامبين، اعتبر ان الاونلاين كامبين دي هترفض. عشان كده تعال نروح سوا على اللينكات ننزل اللوجوز بتاعتنا بشكل بروفيشنال نستخدمها في الحاجه بتاعتنا. حاجه بنفتح تاب جديده هنا وبنكتب en.facebook.brand.com، بيفتح لنا الصفحه دي براند ريسورس سنتر. هنلاقي هنا كل العلامات التجارية اللي هي تحت شركة فيسبوك زي فيسبوك ماسنجر، انستجرام، واتساب. بنختار مثلا فيسبوك، يجي هنا يقول لي دول الثلاث لوجوهات الخاصين بفيسبوك، وهنا بقى الجايد لاينز بتاعتهم يقول لك ازاي تستخدم اللوجو وايه اللي تعمله صح، ان هو اللوجو يبقى كده وده غلط، اللوجو يبقى كده بالشكل ده. ممكن تقول find us on facebook like us on facebook visit us on facebook
وتشيك ان اون فيسبوك، تاج اس اون فيسبوك، لكن ما تعملش فيسبوك اس، فولو اس اون فيسبوك، ده غلط. حاجات كده كتير قوي في الجايد لاينز. بعد كده بتقول له انا موافق وتدوس داونلود، فبينزل لك الحاجات بتاعتهم. يعني ده شكل اللوجو، اللوجو بتاعهم يبقى كده، مش لازم يعني اللوجو بتاعهم كده، يعني هو الدايره كده وحرف الاف باللون ده. نفس القصه هنا، find us on facebook يبقى كده بالظبط. يعني لو هتعمله على ويب سايت يبقى عامل كده او كده، لكن ممنوع منعا باتا ان هو يبقى بالشكل الاورنج ده او اي لون تاني. ممكن جدا نعمله find us on facebook بالبلاك اند وايت، لكن ممنوع ان احنا نعمله بالشكل اللي قدامنا ده. طبعا نقول اوكي داونلود. هنا برضو الشكل بتاع اللايك ده مهم جدا يا جماعه، نخلي بالنا منه. هنا بيقول لك نستخدمه في ايه وهنا ما نستخدموش في ايه. بص يعني بص، في ناس بتعمل حاجات حقيقي برضو نفس القصه، وده غلط وده غلط وده غلط وده غلط. بنيجي عايزين انستجرام، تعالوا نبص في حته الانستجرام، الحته دي مهمه جدا. اول حاجه بيقول لك البالانس ان انستجرام براند ويز يور براند، يعني خلي فيه توافق لو انت هتحط اللوجوهين جنب بعض. تاني حاجه بيقول لك keep the word Instagram consistent، يعني خلي التوازن او الشكل الطبيعي بتاع الانستجرام موجود زي ما هو، ما تجودش بالبلدي كده، ما تجودش. يعني الاي مثلا تبقى اي كابيتال، ما تخليهاش اي سمول، ما تخليش بيها اي سمول. حتى لو هتستخدمها في ويب سايت او اي حاجه، يعني حاول تخلي الهويه والكلمه بتاعت الانستجرام زي ما هي، سليمه ومظبوطه وما فيهاش اي حاجه. تالت حاجه المسافات والابعاد ما بين انستجرام والايقونات بتاعت السوشيال ميديا التانية او اي سوشيال ميديا اخرى غير فيسبوك وانستجرام، خلي يبقى فيه بعد مناسب، يعني ما يبقوش لازقين في بعض، ما يبقاش المسافه صغيره جدا، ما يبقاش لوجو اكبر من لوجو، لا هم كلهم نفس الاحجام، مسافات بعيده شويه مش لازقين في بعض. هنا في التي في فيلم برضو الفيسبوك تغير شويه حاجات تانية، حتى في الموفيز والكوميرشلز وكده. بيقول لي دي الايقونة بتاعتي، نزلها، وده مثلا تي في انستجرام بتاعي نزله. وبيقول لي هنا استخدمه في ايه وده ممنوع، استخدمه كده بالشكل ده، ولازم احترم المسافة بتاعت اللوجو بتاعه. الحاجات دي ممكن تبقى صغيرة جدا جدا، بس صدقوني يعني فعلا بيرخموا عليها دلوقتي قوي، يعني بقى يرخموا جدا. ده شكل اللوجو بتاع الانستجرام اهو، بننزله هنا. حتى برضو البومرينج واللي اوت نفس القصة برضو بالظبط. في السكرين شوتس برضو هناخد شكل معين للسكرين شوت. في ناس بتشتغل بالشكل بتاع انستجرام القديم، لا هو انستجرام عايزك على طول في ابديت معاه. نفس القصه سواء للاي او اس او اندرويد، وبيبقى الموضوع عامل كده. كل دي سكرين شوتس، هو انستجرام بيديلك الفيكتور بتاعها او الديزاين بتاعها، وانت تحط اللي انت عايزه، بس اهم حاجه ان انت تلتزم بده. حتى الاي جي تي في نفس القصه بالظبط، انت بتدوس هنا تنزل لك كل السكرين شوتس بتاعت الاي جي تي في. وفي حتى البرودكاست تمبلت بتاعتنا اهي، يوزر نيم والصوره واللوجو بتاع الانستجرام، كل الكلام ده. وبرده نفس القصه في واتساب الورك بليس والماسنجر. بص انا بتوع الواتساب اهو، هنلاقي مثلا عايزين اللوجو ده،
داونلود. نفس القصة برضو هنا الواتساب كده مكتوبة كده مش كده، مبقاش في مسافة، مبقاش مثلا ايه سمول، لا الواتساب لازقة في بعض، وكمان الايه تبقى كده كده. ولك الالوان اللي انت ممكن تشتغل بيها على الواتساب، ودي السكرين شوت لو انت عايز تنزل سكرين شوت هتبقى عاملة كده، نسلكت عليها عادي جدا. اللون نازل واحدة واحدة. واتساب بيزنس برضو بيقول لك استخدم دي ما استخدمش دي، دي كده بالظبط. الموضوع هياخد مننا بالكتير قوي تلت ساعة نقعد ننزل في اللوجوهات دي، وعلى فكرة بتنزل كمان بكواليتي عالية جدا. كده يا شباب الفيديو بتاع النهارده خلص. انا حبيت اوضح لكم النقطه البسيطه دي، جايز كتير جدا مننا بيقعوا فيها، حتى انا كنت لسه من اسبوعين وقعت في الموضوع ده، وكذا اعلان يترفض لي بسبب القصه بتاعه اللوجوهات دي. فلما دخلت وبصيت لقيت ان السبب يعني بسيط جدا، هو بس فيسبوك عايز يعمل احترام اكتر ويدي قيمه اكتر للبراند بتاعه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو انت على اليوتيوب، ولو انت على فيسبوك لايك، وكمان تعمل منشن لصاحبك اللي بيشتغل في الديجيتال ماركتنج جايز تنوره او يستفيد من الفيديو ده. انا عمرو دغر، اشوفكم في فيديو تاني.